السلام عليكم. شو بير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. فاني جينا نتكلموا على البطولة وما تبقى من مقابلات، ونحذروا ونزيدوا نحذروا الشعب الجزائري وخاصة الأنصار تاع الفرق بأن هاد الناس راهم يحوسوا على مجزرة كبيرة في أي ملاعب. شناهم كيفاش راهم يحوسوا على مجزرة كبيرة، خاصة الحكام لازم يكون عندهم ضمير، خاصة الحكام لازم يكون عندهم ضمير، خاطر الناس اللي غادي تموت غادي تموت على رقبتكم. خلونا من هذوك اللي راهم يرسلوا فيكم، خلونا اللي راهم يرسلوا فيكم. نعرفوا حكام زعماء، حكام عندهم شخصيات قوية، حكام نزهاء اللي راهم محقورين ما بغاوش يعملوا معاهم، وحاج كما يقول لك شادين عليهم الحقد. هادو اللي راهم مضروك في المنظومه الرياضيه بغاو يتعاملوا معاهم ما بغاو لهمش، شادين عليهم الحقد، شادين عليهم الحقد، راهم يقصوا فيهم واحد واحد مورا واحد. حنا نتكلموا الرشوه والعنف يضربان الملاعب والفاف تتفرج. الفافة لا يتفرج، الفافة إلهية راهي تجري على روحها، تجري يخموغي في البيلو كيفاش البيلو يفوتوه. راهم سامحين بكلش، اللي بيموت يموت، هما ما يحوسوا على روحهم. هذو عندهم عقلية تاع تموت انت باش نعيش انا، عندهم العقلية هذه، هذو كاربين عقلية تاع تموت انت ونعيش انا، نسكتك انت ونهدر انا، هذو العقلية اللي عندهم. باش نعطو توضيحات ونطلب، نطلب سبحان الله بنادم يوجه رسالة. واحد كي يكون كيما زرواطي، واحد يكون كيما زرواطي، سيد زرواطي زعيم، سيد زرواطي زعيم بمعنى الكلمة وراجل بمعنى الكلمة، ما دارش ما تحكموش فيه. كاين لي راجل والله كيما يقول لك ما تحكمش على الأوصاف، بصح كاين لي راجل الشلاغم دايرهم تاع صح تاع راجل، الشلاغم كي دايرهم تاع راجل، ماشي داير شلاغم، كاين داير شلاغم تاع راجل، راجل بمعنى الكلمة. قال لك كاين ناس اللي فرضوا عليا باش نعطي الماتش نسهل المقابلة اللي يسمع، وحنا كاع الشعب الجزائري على باله، كاع الشعب الجزائري على باله. يعني ناس اللي يقول لك احنا جينا ننظفوا وجينا نخدموا وجينا ننظموا وجينا نطوروا من الوزارة تطور والاخرى تنظف، يعني هما اللي يديروا ضغوطات، هما اللي كانوا يشروا مقبل. ونتحدى اي واحد، هذو الناس اللي كانوا مطردين وجابوهم، هذو كاع كانوا مفسدين كرة القدم، هادو ناس اللي فسدوا الرياضة في الجزائر، ناس فسدوا الرياضة في الجزائر، ما ننجحوش معاهم، ما غاديش ننجحو، خاطش علاه؟ هادو مطرودين كي الصحافة اللي راهم يدعموا، الصحافة اللي راهم يدعموا في الفساد، كي الناس اللي كانوا مطرودين وراحوا جابوه، هادو كانوا يفسدوا ونطردوا. هادو السيد الحاج محمد راوراوا حكم عليهم، كان يقول لك الرشوه الرشوه، ذروك راهي كاينه الرشوه. الا نتوما زعامه، نتوما القنوات تاع الفراعنه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ليلى علوي، يا ولد يسرى، يا ولد ولد ام كلثوم. الا انت جيب لنا ديك الاغنيه تاع ام كلثوم تاع غني لي شويه شويه وخذ عينيا، هاو جيبها، هدر غير شويه وخليك، خلي لي بيسرى يسرى، لي بيسرى يسرى خليها. بصح نتوما مبغيتوش تهضر، نتوما حاسبو من شي تحاسب، تحاسب واحد خلى لك شكايط تاع دراهم، شي تحاسب، تحاسب واحد بنى لك سيدي موسى، شي تحاسب، تحاسب واحد ردك راجل، ردك تهدر في البلاطوات يا ولد المراق، شي تحاسب يا ولد الجياح، شي تحاسبو، شي تحاسبو، قولوا لنا حاسبو هذا المنظومة اللي هي هدر الصح، هدر الصح. ردكم زاتشيكا تهضروا على مروك، نظموا المغاربه، نظموا، نتمنوا المغرب تنظم. انتوما كنتوا ضد المغرب،
سبحان الله. حنا أم كلثوم قناة على الهداف سيبورتات شكلت سيبورتي، قناة على الهداف شكلت سيبورتي سيبورتات مصر. نهار اللي تكاليفات طاحت مصر مع المغرب، يا واد الشياتة يا اللي تهدروا وتنساو، ما عندكمش ذا، ما عندكمش المبدأ، المبدأ الرجلة مكاشي تبانوا بصح الداخل، الداخل المرأة خير منكم، المرأة اللي تبات في غابة خير منكم انتوما، المرأة اللي تبات في الغابة خير منكم انتوما، خاطش مرأة مريسكا بيتها في غابة، انتوما ما انتوما قدام الزنقة تاعكم ما تدوروش باش ندخلكم ليه في لسانكم، وسمحوا لنا على هذه الكلمة، سمحوا لي الشعب الناس لهم يشاهدوا فينا، ماشي اللي راني نعاير فيهم، لأني نعاير فيهم نتحداكم كيما تبغوا. راني هنا باش ندخلكم ليه. انتوما كنتوا تناصروا في مصر، هذاك الصحافي اللي راح المغرب كان يناصر في مصر وبوركينا فاسو، وي ونو. انت قلت تحيا بوركينا فاسو، نهار اللي راحوا لياس ما راحت البوركينا فاسو عطاوهم صفاعي وطلقوهم، وي ونو. واليوم روحت راك تدلم كيما هكا، المغرب تنظم كاس المغرب، هما لوحدهم ينظموها، ما خاصهمش نتوما تهضروا عليهم، نتوما راكم توالى، حنا رانا توالى، رديتونا توالى، رديتونا نرقبوا، رانا نرقبوا دروك على الغاشي، رديتونا نرقبوا، ايه هاك نرقبوا بشويه، نتوما رديتونا نرقبوا، نتوما اللي رديتونا نرقبوا، نتوما بكري، نتوما بكري كانوا عندنا الخملاج تاع اللعابه، عمرنا لا سمعنا قلتوا بلي عندنا لاعبين ضعفاء، كان عندكم غير الخماج، غير الخماج، غير الرحت، غير الرحت، اللاعب اللي تجيبوه كان يلعب قديم اللي تجيبوه يقول لك كيما انا بعت في ديك البارتيه، وانا قالوا لي ما تماركيش في ديك البارتيه، غير الخماج، عمرنا لا سمعنا الصحافه قالت لاعبين ضعفاء، بصح دروك كي راه كاين محرز، راه كاين ابراهيمي، راه كاين، راكم تقولوا لاعبين ضعفاء، لاعبين عاديين. يوم تاع بيل، صحيفه بيل في الالمان، صفحه كامله على 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 بلفوظي اللي نتوما ما تبغوش تهضروها، كو واحد عاير الجزائر، كوراي باتش عاير الجزائر، اللي كاس عاير الجزائر، تجيبون الصحيفه الفلانيه عاير انتقد الاتحاديه اللي فاقت اللي فاتت، تجيبوا غير الاتحاد، وهذاك اللي كان رئيس سابق في الاتحاديه في الرابطه تاع اضرار اللي جابوه في النهار جابوه يبلط، انت الناس تاع اضرار يعرفوك، الناس الشرفاء عليك يعرفوك، انت كنت غير تاع الرشوه، طردك الحاج، انت ما تعقلش على روحك، قضب عليك تبيع لي ماتش في اضرار، صابك تبيع لي ماتش في اضرار، عندك سبعه تاع لي زيكيب صابك تبيع لي ماتش، صابك تخدم الرشوه وتخدم، واليوم جابوك في النهار تعاير في سيدك، انت راجل انت يا شراوك، جابوك خلصوا عليك مباته في السفير، وليت عاير في الرجاله، انت شي راجل انت، تصريح هدرت عليك، والله تصريح هدرت عليك، وتصيب هذا خاطش علاه، مي كان سي الحاج محمد راوراوا، كانوا رجاله قاض بالاتحاديه، وكان قرباش قاض بالرابطه، هذا ود ام كلثوم، وهذاك ود يسرى، ود ليلى علوي، هذوك قناه تاع الفراعنه، تاع لي باطار تاع فراعنه، ياه شنو كنتو تقولوا؟ كنتو تقولوا كاينه الرشوه، كنتو تروحوا تجيبوا لي بارتي هكا توروا فيهم كي ماركو كي راخرو كي ديروا، ياه ما كنتوش ديروها، هاو هضروا اليوم على الرشوه، ياه خاطر صحابكم راهم قاضبين ديريكتوار، ياه صحابكم ما تبغوش تهضروا عليهم، ياه ما تبغوش تهضروا عليهم، 20 اورو اللي ديتها مع ذاك الافريكا هذاك اللي طردتوه، ديت معاه 20 اورو، انت يا ود ام كلثوم، انت يا ام كلثوم، ديت معاه 20 اورو، ياه وديت معاه 20 اورو وطردتوه، ياه نكشفك انايا من الداخل، نجيب لك خبرك من الكوزينه، نجيب لك خبر تاعك انايا، وهذا هذه الفاف راهي تتفرج عليه، تتفرج
هاي صايبه الماكله، لي ماناجر الناس والماك رئيس اتحاديه يبيعوا له يجيبوا له 50 50 مع لي ماناجر كاع صحابو راحوا معاه المروك. ها انت يا هذوك دي ماناجر، هذوك دي ماناجر، هذوك دي ماناجر، هذوك اللي ديتهم معاك يخدموا كاع معاك صحابك، راحوا كاش ما نبيقوا على روحهم كاش جواره في المغرب. ياه راه فارض عليك لقجع تجيب له لقجع الجواره تاوعه، الديشي تاوعه تجيبه يلعبوا هنا في يلعبوا هنايا في الجزائر. ياه ولاد الجزائر في اوروبا متخرجين من اعلى مستوى في المدارس، ما يكتب لهمش ربي باش يكونوا محترفين. ما راكمش تجيبوهم كاع طردتوهم، وراكم تروحوا تجيبوهم من تونس، تجيبوهم من المغرب، تجيبوهم من افريك، ولاد الجزائر ما بغيتوش تجيبوهم يا ولد الجياح. بصح انا نعطيكم، نعطيك الدواء انايا، الدواء نعطيه لك، نشربك المراره انا معايا. ولاهين والاختلالات ظهرت بعد تجاهل هذه الاتحاديه بعض القضايا والمسائل المهمه خلال الدورات اللي دارهم هنايا. راح الرابطات قال لك عرضوني بيديروا ثقافه مع الرياضه، دروك الرقصه مع الرياضه، جوار يتريبلي وجوار يرقص، غادي تولي جوار يتريبلي وجوار يرقص. على غرار ما تكلموش، عمرهم لا تكلموا عليها، على غرار استفحال العنف في الملاعب والرشوه وترتيب نتائج المباريات ظاهرا، فضل عن الديون الكبيرة التي تعاني منها جل الأندية المحترفة. هذه لما تكلموش عليها يا قناة النهار، يا قناة الفراعنة، لما تكلموش عليها يا هذاك لي هذاك 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 صاحب المهني تاع الماك، هذاك تاع الحزب تاع الماك، هذاك لا يجي في الشروق، على ما يتكلمش عليها يا على ما يقولش باللي فسدوا كلش. يا خاطر علاه راك صايب الماكلة، راك صايب تيو تمص منه، راك صايب تيو راك ترضع منه. يا واد الجياح بصح نكشفكم واحد واحد، الله يجعل ربي يطول في عمري ونكشفكم واحد واحد. يا واد ما خليتوش رجاله تخدم، ما خليتوش رجاله تخدم، انتوما جبتوها مر زعامه. هذه هي، وتحيه ولاد الجزائر، ورانا هنا نكشفوكم مره على مره، نكشفوكم ان شاء الله بربي. وتحيه الجزائر، وربي يحفظكم صحيتكم.